في مقطع يا جماعة انتشر لأحمد ده انتشار كبير جدا، خلينا نشوفه كده قبل ما نروح لبورسعيد. انا حسيت ان هتقبل من الخمسة، بس انا شايف فرحة كبيرة. يا بختك دخلت القهوة ازاي. انا حسيت ان هتقبل من 25%. جيت لصاحب القهوة عشان اعمل الانترفيو، قال لي عيب عليك انت زبوني ودخلني وكان عنده عفة نفس. قلت انا اقدر افرحك ازاي، قال لي تنفعني. قلت له انا ان شاء الله هقعد واطلب واحد شاي، انا بحب قعدة القهوة قوي. وبرضه طيب مش طالب بوسكا، بوسكا ثواني ثواني بس ثواني بوسكا، انا حاسس بيك وحاسس بالضغوط اللي تعرضت لها. لا لا حضرتك مش متخيل، الحياة وحشة قوي من غير القهوة. انا كنت بخلع من الكلية واجي هنا، والمعلم صاحب القهوة ومجد القهوجي هما اللي دخلوني وشغلوني ام كلثوم. عمري ما انسى الجميل ده ليهم ابدا. ادوني الريموت، الكورونا بتموت. طب ايه رايك في صاحب القهوة؟ عامل اجراءات وقاية ايه؟ احنا متوكلين على الله ومصلين على النبي، وان شاء الله اللي جاي احسن، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ده المقطع بتاع بوسكا اللي عامل شغل جامد جدا.